ومن تركيا إلى بلجيكا الآن، وتحديدا إلى العاصمة بروكسل، وبها التقى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، التقى بأفراد من الجالية التونسية. اللقاء كان مناسبة انتقد خلالها عدد من التونسيين المقيمين في بلجيكا الإجراءات الإدارية المعقدة والتي تحول دون الاستثمار في تونس. على هامش زيارته الرسمية إلى بروكسل، حيث التقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية السيد تامي العبدولي، بمسؤولين سياسيين بلجيكيين وأوروبيين لبحث آفاق الشراكة مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي. تم تنظيم لقاء تواصلي مع ممثلين عن الجالية التونسية ببلجيكا. ما كانش مقبول كون نزور يعني بلجيكا ونزور بروكسل بدون ما يقع لقاء مع المواطنين والمواطنات التونسيات، وانا متاكد انهم كانوا ينتظروا عديد من المعلومات، عديد من الإجابات على ما يخمرهم من تساؤلات، من معلومات غير واضحة. اللقاء كان فرصة لممثل الجالية كيما يمارس شغفهم بتونس ومواطنتهم العابرة للجغرافيا من خلال أسئلة تعكس مدى متابعتهم وعمق انشغالهم بشؤون وطنهم الأم، خاصة في ظل التحولات الراهنة. القنصلية تصرفت بحكمة وهي تدعو ممثل الجالية إلى هذه الأمسية وإعطائنا فرصة لقاء السيد مصطفى بن جعفر لطرح تساؤلاتنا وعرض انشغالاتنا. أنا وجهت نداء لكل الإخوان التونسيين رجال الأعمال في الخارج للاستثمار في بلادهم، ولكن لا نزال نواجه صعوبات مع الإدارة التونسية. الإدارة التونسية سواء كانت من الوزارات أو حتى تحت الوزارات أو الإدارات الصغيرة، كلها لا تزال تواجه هي نفس الصعوبات وتتركنا نأجل مشاريعنا، وللأسف الشديد هالتأجيل يأثر على تونس. استمعنا إلى مشاغل الجالية، جزء كبير يهمني باعتباري كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، وجزء آخر يهم السيد رئيس المجلس التأسيسي. والنجاح الكبير أننا استمعنا بكل ديمقراطية وحرية وأجبنا دون هواجس وبكل صدق. النجاح كان حليف هذا اللقاء التلقائي والذي تمت برمجته في آخر لحظة لتحقيق التواصل مع أبناء الجالية. جالية تراهن عليها تونس لإطلاق دبلوماسية شعبية تواكب مرحلة الانتقال الديمقراطي وتدعم استراتيجية التنمية المشتركة لبناء تونس ما بعد الثورة. طه عدنان، التلفزة الوطنية التونسية، بروكسل.